من أجل سلامتك خفف من سرعتك، وخاصة في الأماكن الكثيرة الحركة. التجاوز عملية صعبة يجب القيام بها بكل حذر وانتباه. امتنع عن التجاوز إذا كانت الرؤية غير واضحة وظروف الطريق لا تسمح بذلك، وإذا كان هناك شك أو تخوف. كلما سارت سيارة بسرعة يصعب توقيفها في الحال، والسرعة تؤدي إلى عدم التحكم في السيارة.